في الابدومن. بصوا في الابدومن في اتنين فيزلز مهمين جدا، بدايه ونهايه وبرانشات بتاعتهم والتريفيروس الانفيرو فينا كيفا، الانفيرو فينا كيفا والاورطه. بالنسبه للانفيرو فينا كيفا البدايه بتاعته تبقى موجوده فين؟ عند الديسك بتوين L5S1 دي بتاعتي ماشي. نهايته خلي بالكم مش هتلاقوه يمكن في اغلب الكتب عندكم، اوبوزيت السكس كوستال كارتريج رايت سكس، في دخوله في الـ في الـ في الرايت اتري، في دخوله فين؟ في الرايت اتري. يبقى بيبدا فين؟ بيبدا فين؟ عند ديسك بتوين L5S1 ده الانفيرو فينا كيفا. بينتهي فين الانفيرو فينا كيفا؟ بينتهي اوبوزيت للرايت سكس كوستال كارتريج، مش بيخش في الديافرام عند الفيرتبري تي 8، ده بيخش في الديافرام تي 8 لكن دي مش نهايته، نهايته في الرايت اتريوم. فين في الرايت اتريوم؟ اوبوزيت لمين؟ الرايت سكس كوستال كارتريج. دي بدايته دي نهايته. بعد كده السؤال اللي بيبقى عليه التريبيوتريز، تريبيوتريز حطوا له اي تريبيوتريز. اشهرهم طبعا الاثنين رينال فينز، السوبرا رينال فينز، اللمبر فينز، الجونيدا رايت، رايت جونيدا، اثنين كومن ايليا، اي حاجه من دي. لا في 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 الماسلز بتاعته، وفي لور لمب، في فينز ظهر. لا 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 الابر مش عايز الابر، اللور. ما انا معايا واحد هنا اهو، في واحد في فينز ظاهره فيه يا ودود، مفيش فيه حاجه ظاهره. ده فينز، فينز لا سوبر فيشن كتير. هو بخاص، هو بخاص. طب ما فيش واحد لور لمب زي ده؟ طب ما فيش عندك لور لمب الفينز الظاهريه اللي هي من بره ظاهره فيه؟ ما هذا بشكل شرحنا. ده بالنسبه للفيرو فينا كيفا يا جماعه. الحاجه الثانيه بالنسبه للاورطه، الاورطه البدايه بتاعت الاورطه فين؟ بدايه الاورطه عند اللي هو ابدومين الاورطه. يعني لما تيجي صوره زي دي او يجي عينه زي دي ايدنتيفاي ابدومين الاورطه، مش الثراسك اورطه، مش الاسندنج اورطه، مش الارشف اورطه. احنا امبارح شفنا الاسندنج والارش معايا، ما شفناش الديسندنج في الثوركس. انا مش شايف هنا عينات له، يمكن هوريها لكم هنا في العينه دي. هادي دكتور ايوه حطها لي برضه هنا، نشيل اللانج ونبص عليه. لكن بالنسبه لده لما تيجي عينه زي دي واقول لك ايه ده، هتقول لي ابدومينال اورطا. السؤال اللي عليه بدايه ونهايه، بدايته فين؟ عند الديافرام، عند الليفل اوف تي 12. بينتهي فين؟ ديسك بتوين 4 و5، ال 4 ال 5 غير الفيرو فينا كيفا. فيرو كيفا تحت شويه، تحت بواحده، اللي هو احنا قلنا بيبدا من ايه؟ الفيرو فينا كيفا من 5 و1، 5 اللي هو ال 5 اس 1. انما الاورطا بينتهي اعلى منه شويه، بينتهي فين؟ ال 4 ال 5. بعد كده الاسئله اللي بتيجي عليه، اذكر سنجل برانشز، منشن اتس سنجل برانشز، سنجل برانشز فروم انتيرور اسبكت. مين السنجل برانشز اللي طالع من الانتيرور اسبكت؟ السيليا، سوبيرو ميزنتريك، انفيرو ميزنتريك. منشن تو اور ثري بيرد برانشز، بيرد برانشز ممكن نبدا من اول الانفيريور فرينك، ممكن الرينال، ممكن السوبرا رينال. السوبرا رينال دول ثلاثه، الميدل سوبرا رينال، الميدل سوبرا رينال. بعد كده في بعد الرينال ممكن اللامبر فينز، كلها كل اللامبر فينز بتبقى عباره عن بيرز. ممكن كمان الجونيدل، اثنين رايت وليفت جونيدل، ممكن اثنين كومن ايليا. اي حاجه من دي تيجي لكم هي بنسميها بير. ايه الاسئله الثانيه اللي تيجي في العينه دي؟ الاثنين كومن ايلياك ما بدوس فيهم كتير لان ما لهمش اسئله. يعني لو جت هيبقى البدايه والنهايه، بدايه والنهايه فين؟ بدايه الكومن ايليك اللي هو ده اسمه كومن ايليك. اللي نهايه الاورطه اللي 4 اللي 5 ينتهي فين؟ عند السكر ايليك جوينت، بانقسامه الى اثنين ارترز اللي هم بيجوا بقى ممكن احط فيهم اسئله كتير. اكسترنال ايليك وانترنال ايليك. الاول هوريكم على الاسترنال ايليك في كل عينه من دول. لو جالك اكسترنال ايليك او انترنال ايليك بدايته ونهايته وبرانشاته. ناخد الاكسترنال ايليك. الاكسترنال ايليك بيبدا من نهايه مين؟ الكومن ايليك. عند السيكو ايلياك جوينت بينتهي فين؟ في الميدنجوينال بوينت، بانه بيبقى اسمه فيمورال ارتري.
مظبوط. ده مين؟ ده الاكسترن. تحول الى فيمر. ايوه ده مين؟ ده الاكسترن. طيب ايه برانشاتو؟ الاكسترنال ايليك. فيمرا. برانشاتو ايه؟ فيمرا. الاكسترنال ايليك. فيمرا. جاي من اين فيرو بيجاستريك؟ لا 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 الفيمر. فيمر. تاني. ديب فينوس ار. ديب. ايليكسر كومبلكس. انتوا مش مذكرين البرانشز بتاعت الفيزلز دي؟ لا ذكروها بقى. بتاع الاكسترنال ايليك والانترنال ايليك. في حاجه اسمها ديب اكسترنال بيودنتال. سمعتوا عليه؟ في حاجه اسمها ديب اكسترنال بيودنتال. في حاجه اسمها انفيرو بيجاستريك. ده بالنسبه لمين؟ الاكسترنال. الانترنال بقى ما يجي لك الانترنال هسالك اقول لك ايه ده هتقول لي انترنال. الاسئله اللي بتيجي على الانترنال اسمه ايه؟ ده الايدنتيفيكيشن. منشن اتس بوستيرير برانش او منشن 2 اور 3 اوف اتس انتيرير برانشز. لو قال لك منشن 3 برانشز البوستيرير برانشز هما 3. مين هما 3؟ الاليولومبر واللاترال سيكرال والسوبيرو جلوتيال. لو جه وقال لك اذكر 2 او 3 من الانتيريور برانشز بتاعته، الانتيريور برانشز بتاعته كتير، هنذكر منهم الاوبتيوريتور، الامبليكال، الانفيرور فازايكال، الميدل ريكتال، اليوتراين، الفاجينا. معايا ولا لا؟ سمعتوهم؟ سمعتوهم؟ رجعوهم وذكروهم تاني. او يجي السؤال اذكر التو تيرمينال برانشز اوف ات. ايه التو تيرمينال برانشز بتوعه؟ 2 اللي هما مين؟ انترنال بيودندال ارتري وانفيرور جلوتيال ارتري. اذا لو جه الانترنال ايلياك ارتري، ايه الاسئله اللي بتيجي عليه؟ منشن اتس بوستيرور برانشز، منشن 3 اوف اتس انتيرور برانشز، 3 4 اوف اتس انتيرور برانشز، منشن التو تيرمينال برانشز. وضحت؟ ناقص حاجه واحده بس هشوفهم، فين الاكسترنال وفين الانترنال. كلكم كده شايفين المنظر اللي انا عامله ده؟ شايفينهم ولا جالكم واحد واحد؟ اه واحد ولا اقرب من هنا وتشوفوها. ما دي هتشوفوها سهله دي. ده الاورطه، ده الكومن الياك. لو الاشاره على ده يبقى الاكسترنال، اللي جوه ده اللي هو مين؟ انترنال. وضحت كده؟ وضحت. ده الكومن الياك، ولو بصيتوا على الكومن الياك هتلاقي طالع منه 2، واحد ظاهر لكم اهو ده الاكسترنال، واللي داخل اللي جوه ده مين؟ ممكن ما اجيبش دي خالص واجيب دي. لا احنا انا احمد معلش ساعدني عشان تقيل عليا مش هقدر طب اقرب ليه كده؟ اجيلك اجيلك انا خلاص تعالى. شايف الاثنين فيزلز اللي جنب بعض دول؟ شايفهم ولا لا؟ ايه اثنين، واحد لليمين اهو ده الانفيرو فينا كيفا، ده الاورطة، ده الاورطة. الاورطة هو نازل مديني واحد اهو، هو الكومن ايليك. الكومن ايليك لما تمشي معاه مديني واحد اهو اسمه اكسترنال ايليك، واللي داخل اللي جوه ده اللي هو الانترنال ايليك. معايا؟ اللي ورا شايفين؟ يا شباب لو من عندكم كده هتشوفوا، بصوا كده معايا دي ادي انفيرور فينا كيفا. دكتور لو تقشر الجلاند ده الانفيرو فينا كيف؟ ده الاورطة. اتنين جنب بعض اهو شايفينهم؟ رايك الاورطة معايا ولا لا؟ ادي الكومن اليك، ادي الاكسترنال اليك، اللي داخل اللي جوه ده الانترنال اليك. وضحت كده؟ خليك زي ما انت. شايف العينة دي؟ ده واحد مكمل اهو، ده اكسترنال اليك، ده الانترنال اليك اللي داخل لجوه ده. يعني لو جالكوا في دي في الامتحان، لو اتربط اللي شايفينه داخل على الحوض ده اسمه انترنال اليك، لو اتربط الدي ده الاكسترنال اليك. جماعه اللي ورا شايفين العينه دي؟ واحد اهو مكمل الناحيه دي لوحده طاير اهو، ده الاكسترنال. اللي هتلاقوه داخل وداخل وراشق في الحوض جوه ده، ده الانترنال. واضح دي؟ العينة دي تيجي، العينة دي تيجي، العينة دي تيجي. ممكن واحد يقول لي ايه؟ زمايلنا جات لهم دي؟
وانت جبت لنا دي دي تيجي ودي على حسب اللي الافيلبل قدامي. واضح؟ التلات عينات دول اسال فيهم على مين؟ اورطا فينا كيفا. اورطا فينا كيفا هنا مفيش اورطا ولا فينا كيفا. هنا اسال ممكن على مين؟ اكسترنال والانترنال. اكسترنال وانترنال. اكسترنال وانترنال. وضحت ولا لسه؟ وضحت؟ شيل شيل دي طلع لي ده كده. إذا جات الكبيرة دي وفتحت الصدر وشلت التو لانجس، يبقى أنا هنا في منطقة اللص وبين الاتنين لانجس اللي هي الميدياستاينم. شايفينهم الميدياستاينم اللي هي الحتة اللي في النص دي؟ شوفوا لونها هوشيري قليل قوي. بص في حاجة لونها أصفر أهي، ده الأوسوفيوس. ده مين اللي هو ده؟ شايفين اللي في النص ده؟ دي لانج ودي لانج، دي المنطقة الوسطى اللي بينهم. مظبوط. اللي في الاصفر ده الاسوفجس، اللي لونه احمر وظهر جزء منه ده ديسندنج ثوراسيك اورطا. ركزت انت معايا؟ ايه. شايف الاثنين؟ شايف الاثنين دول مين؟ اللانج. وانت شايف لانج في الامتحان قدامك. الحته اللي في النص دي فيها حاجتين، في حاجه لونها اصفر اهي ده اسوفجس ماليش علاقه بيه الوقت، في حاجه جنبه اهي اسمها اورطا وده اورطا، بس ده ثوراسيك اورطا وده ابدومينال اورطا. اللي ورا شايفين اللي انا بقوله ده؟ كلكم شفتوه؟ السؤال اللي بيجي على الثوراسيك اورطه بدايته نهايته برانشات. ثوراسيك اورطه بدايته فين؟ نهايه الارش اللي هو ديسك بتوين تي 4 تي 45. فاكرين الارش امبارح اللي هو كان بيتجه باكورد وداون وورد؟ نهايته فين الثوراسيك اورطه؟ بدايه الابدومينال اورطه اللي هو عند الديافراماتيك اوبننج اللي هو الاورتيك اوبننج اللي هي تي 12. برانشات وايه؟ الديسندنج اورطا. برانشات وايه؟ ها الميدل ليفت برونكيال، ليفت برونكيال ارت الميدل ميدياستاينال ارت ايبيكارديال اللي هو البيريكارديال ارت، مش كده ولا لا؟ سوبيريور فرينيك ارتري مع سبكوستال ارتريز انتركوستال ارتريز، دول كتير اي حاجه منهم اختاروه. ده مين؟ ده الثوراسيك اول. ده بالنسبه للثوراسيك فيزلز اللي بتيجي والابدومينال والبلفيك. يتفضلنا مين؟ اللور ليمب. يتفضلنا اللور ليمب. في اللور ليمب عايز تشوفهم؟ لا 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 اللور ليمب. في اللور ليمب الفيزلز اللي بتيجي عندي في اللور ليمب اللي هي ايه؟ فيمورال ارتري بوبليتيال ارتري anterior tibial artery posterior tibial artery بداية نهاية برانشات. لا كورس ولا سيرفيس اناتومي، ده في الاند بلوك. واضح؟ الارتري اللي هتلاقي له برانشات كتيرة وانا داخل الاوسبي احفظ لي اتنين تلاتة منهم، وانا داخل الاند احفظهم كلهم، مفيش حاجة متشالة. نبدأ في اللور ليمب. عينة زي كده لما تجيلي بصوا معايا بقى، شايفين الحاجة؟ قرب انت مني عشان تشوف دي. اه معاك. ده الفيمورال ارتري جنبه حاجة هي لونها ازرق فيمورال في. لو قلبت كده خلصنا من كلمة فيمورال. مقطوع مقطوع، يبقى العينة دي كلها كل اللي فيها مين؟ فيمورال ارتري فيمورال فين. مش احسن على الماسك مرة هم؟ مش هجيبها مالناش حل تاني. فيمورال ارتري فيمورال فين. واضح؟ واضح. كل اللي هيظهر هنا فيمورال ارتري فيمورال فين. لو قلبها كده، بالمناسبه العينه دي ممكن احط فيها برضه سؤال على مين؟ الانترنال والاكسترنال. الاكسترنال والانترنال شايفينهم طبعا. ايوه طبعا. احط اكس هنا او واي هنا اهو، عشان واحد بيقول لي لا ده ايه ده لور ليمب ما شفناش. انت هنا في البلفس، انت ما شرحتناش، انت شرحت لنا في دي.
مش في دي هذا بيلفس برضه هو على فكرة في اكسترنال في انترنال ممكن اجيب العينة دي واضح ولا لا طيب اقلب كده لو قلبت في منطقة البوبليتيا الفصة وشلت دي كده اللي لونه احمر ده في منطقة خلف الني بوبليتيا لو نزلنا في الليج وليت نفسك في الليج وهلاقي نفسي في الليج وهابعد عن البوبليتيا الفصة وهحط علامة على ده يبقى بوستيرو تيبيا لو قلبته من هنا وفي الليج من قدام ادي الانتيريور تيبيا ايه بقى الاسئله اللي بتيجي عليهم قلتها الفيمور الارض بيبدا فين في الميدين جوينال بوينت از ا كونتينيويشن اوف ذا اكسترنال ايليا بيخلص فين في الابداكتور هياتس ثقب في عضله الابداكتور ماسل في الانسرشن اوف ابداكتور ماجنس باي فورمينج بوبليتيا طب البوبليتيا اللي بيبدا فين في الابداكتور هياتس از ا كونتينيويشن اوف ذا فيمور الارتري بيخلص فين عند اللور بوردر اوف ذا بوبليتياس by dividing into two arteries anterior tibial artery and posterior tibial artery طب الانتيريور تيبيال ارتري بيبدا فين عند اللور بوردر اوف ذا بوبليتياس بيخلص فين على الدورسام اوف ذا فوت باي فورمينج دورسالس بيدس طب البوستيريور تيبيال بيخلص فين بيخلص في الفوت by dividing into medial plantar lateral lateral plantar ممكن احط السؤال على البوستيريور تيبيال واقول لك اذكر التيرمينال برانشز بتاعته تقول لي ميديال بلانتر ولاترال بلانتر سبلاينج الفود ممكن احط على الانتيرو تيبيال واقول لك اذكر التيرمينال برانشز تقول لي الدورسالس بيدس ممكن احط على الانتيرو تيبيال او البوستيرو تيبيال واقول لك اذكر برانشاتهم الانتيرو تيبيال على سبيل المثال من بدايته بيديني حاجه اسمها بوستيرو تيبيال ريكارنت وما بيطلع من قدامي يديني حاجه اسمها تيبيال انتيرو تيبيال ريكارنت والطريق بيديني ماسكولار برانشز وعند الفوت من تحت بيديني حاجه اسمها تارسال برانشز وينتهي بدورسالس بيدس ارتري البوستيرور تيبيال ارتري بيديني ممكن اجي على البوستيرور تيبيال اقول لك اذكر برانشاته اذكر برانشاته فهتقول لي فيبولار ريكارنت ارتري هتقول لي بيرونيال ارتري هتقول لي ماسكولار ارتري هتقول لي تارسال ارتريز اذا انا جاهز نفسي لسؤالين ثلاثه برانشز للانتيرور والبوستيرور ممكن اجي على البوستيرور تيبيال واقول لك اذكر البيجست برانش ويتش ار رايزنج فروم ات من اكبر واعظم برانش بيطلع منه بيرونيال ارتر نفس الكلام على البريكيال فاكرين البريكيال لو جه على البريكيال وربطت لك البريكيال ممكن احط سؤال في البريكيال انا سحبتكم على الابر ليم واقول لك منشن اللارجست برانش الرايزنج فروم ات اللي هو البروفاندا بريكياي اذا هنا ممكن احط اللارجست برانش في البروفاندا وتحت في البوستيريور تيبيال في برانش خطير يطلع منه ويساوي لحجم البوستيرو تيبيال من شدته وقوته والكاليبر بتاعه يكاد يكون قد البوستيرو تيبيال قد ابوه اللي طالع منه هو اسمه بوستيرو تيبيال ابنه اللي طالع منه وكبير وعظيم وزيه اللي هو بيرونيال ارتر بيتهيألي واضح وهنضيف في الكلام ونزود في الكلام ان الانتيرو تيبيال والبوستيرو تيبيال كملوا لي البرانشات بتاعته نحفظ له 3 4 برانش لكن في الاند بلوك نحفظ برانشاتهم كلهم نرجع بقى فوق الفيمورال ارتري بدايته عرفناها نهايته عرفناها برانشاته ايه يجي السؤال كده اذكر البرانشز ممكن السؤال يجي منشن اتس سوبرفيشال برانشز منشن اتس ديب برانشز دي الثلاث انواع من الاسئله اللي بيجوا في الفيمورال ارتري لو جه اذكر برانشاته يبقى هنقول السوبرفيشال والدي لو جه وده اللي اكتر بيجي ان احنا نحدد اللي احنا عايزينه في القسم منشن its superficial branches mention its superficial branches مين السوبرفيشال برانشز بتاعه ثلاثه سوبرفيشال ايبيجاستريك مش انفيرو ايبيجاستريك الانفيرو ايبيجاستريك هي جاي من الاكسترنال ايليا اللي انتوا ما عرفتوهوش فاكرين الاكسترنال ايليا كان طالع منه اثنين انفيرو ايبيجاستريك وديب اكسترنال بيودندل ولا نسيتوهم انما ده بيطلع منه ثلاثه سوبرفيشال سوبرفيشال ايبيجاستريك سوبرفيشال اكسترنال ايليا superficial external pudendal او يجي السؤال mention its deep branches مين الديب برانشز ديب برانشز ديب اكسترنال بيودندال اثنين ديستندنج جينيكولار رايح للني جوينت بروفاندا فيموراي السؤال الرابع يجي في الفيمورال ازاي mention its او اللارجست برانش which are rising from it اللي هو البروفاندا فيموراي زي ما كان بيجي هنا اللارجست برانش اللي هو بروفاندا هيموراي او بريكياي واضحت ولا مش واضحه يتفضل حاجه بقى الفينوس درينج اوف ذا لور لامب
الفيروس ده نجده على اللور ليم، لازم اجيبها واجيب الصور بتاعتها، ما جبتهاش هجيب الصور بتاعتها بس. ها بس. او بلاستيك بس هنا مش ظاهر. لو جه الفيمورال فين اللي هو اللون الازرق ده اسمه ايه؟ فيمورال فين. اذكر اللارجست او اللونجست تريبيوتريز تو ات، اطول تريبيوتري رايح له. الجريت سافينس فين البروبلم الاخيره، جريت سافينس فين. يجي سؤال كده اذكر اللونجست برانش او اللونجست تريبيوتري درين ان ات، او الفيمورال فين نفسه يجي ويقول له منشن اتس تريبيوتريز. مين التريبيوتريز بتاعته؟ الجريت سافينس. لا السمول سافينس بيخش في البوبليتيال فين تحت، انما ده بيخش له مين؟ نفس ال... عارفين الفيمورال ارتري كان في الارتري كان فيه كام نوع من البرانشات طالعه منه سوبرفيشال ودي سوبرفيشال ودي مش كده ولا انا غلطان؟ سيبكم السوبرفيشال هاتوا لي الديب الديب برانشز. فاكرينهم اسمائهم؟ الديب برانشز بتاعت الفيمورال ارتري حولوها الى فينز هتبقى التريبيوتري بتاعت الفيمورال فين. وصلت؟ وصلت؟ نفسها. فاكرين الفيمورال ارتري؟ فاكر ولا نسيته؟ كان له كم نوع من البرانشات؟ سوبرفيشال ودي كم نوع سوبرفيشال كانوا فيه؟ ثلاثة. الثلاثة سوبرفيشال بتوع الفيمورال ارتري لو حولتهم من سوبرفيشال لفينز هيبقوا التريبيوتريز للجريت سافينس فين. والديب برانشز بتاعت الفيمورال ارتري لو حولتوها لفينز هتبقى التريبيوتري بتاعت الفيمورال فين. وصلت؟ واضح. وصلت؟ يعني لو جيت قلت لك بقى قول لي التريبيوتريز اوف ذا فيمورال فين، اول حاجة ما تنساهاش الجريت سافينس. ومين بقى تاني هتحطهم لي؟ ديب ديب التلاتة. قولوا لي برانشات الديب بتاعت الفيمورال ارتري كده تاني. ديب اكسترنال بيودين ده الارتري، هنا هتقول ديب اكسترنال بيودين ده ليه؟ فين التاني؟ ديسندنج جينيكولار ارتري ديسندنج جينيكولار هنا فين؟ وصلت ولا لسه؟ باختصار انا هاجي كده على الفيمورال ارتري، فيمورال ارتري فيمورال ارتري هتطلع منه كم نوع من البرانشات؟ سوبرفيشال ودي السوبرفيشال. بالنسبه للارتري لو حاولت نفس الاسماء بدل ما تقول كلمه ارتري قول كلمه فين؟ يروحوا لمين؟ للجريت سافينس. الديب برانش دول بتوع الفيمورال ارتري. كلام واضح متهيألي. لو حولتهم لفينز تدخلوهم على الفيمورال فين، ما تدخلوهمش على الجريت سافينس. والجريت سافينس بعد كده يروح للفيمورال فين. يعني باختصار ممكن يجي سؤال تاني اجيب لك عينه فيها الجريت سافينس فين. يجيبها يجيب صوره للجريت سافينس فين حاجه طويله كده واقول لك اذكر اسمه. بيبدا فين؟ بينتهي فين؟ لان ما عنديش عينات له. بيبدا فين الجريت سافينس فين؟ ان فرونت اوف ذا ميديال مليونس. بيخلص فين؟ فين؟ بيلو في السافينس اوبننج اللي هي في الديب فاشيا جاست بيلو ذا ميدين جوينال بوينت بيدخوله جوه الفيمورال فين. السؤال بيجي عليه اذكر التريبيوتريز بتاعته. هتقول veins of the foot اللي هو الدرسم بتاع الفوت، veins of the anteromedial aspect of the leg، veins of anteromedial aspect of the side. كل الكلام ده كلام عادي لكن له ثلاثة superficial بيقوله في نهايته. يعني هو بيفضل ماشي المسافة دي كلها قاعد يلم الفينات دي، يلم في الفينز، يلم في الفينز، يلم عند بدايته. وقبل ما يخش على الفيمورال فين، قبل ما يخش عليه بيجي له كام تريبيوتري اللي هم الثلاثه السوبرفيشال اللي هم اسماء الفيمورال ارتري اللي هو السوبرفيشال بيجاستريك والسوبرفيشال اكسترنال ايلياك والسوبرفيشال اكسترنال بيودينتال. فيجي السؤال كده منشن او نيم الفين ده، هتقول لي جريت سافينس فين. منشن 3 اوف اتس تريبيوتريز. ممكن واحد يجيب الثلاثه السوبرفيشال او يكتب فينز اوف ذا فوت، فينز اوف ذا ليج، فينز اوف ذا سايد. صح. ولو الدكتور عايز يغلس عليه بقى يقول له ايه؟ لا منشن لا
ما هم كلهم سوبرفيشال، هو نفسه سوبرفيشال فين؟ الكلام على ارتر غير الفين. لا يجي السؤال كده نيم او ايدنتيفاي ذس استراكشر. السؤال ممكن يجي عليه احطه مثلا ايه منشن 3 تريبيوتريز درين ان ات كلوز تو اتس اند اللي هم يعني من غير ما اقول لك السوبرفيشال عشان ما انت هتعرفها تكتب لي سوبرفيشال بجستر سويتش بجستر تفهمني ازاي يعني حاجه كده عودتك منين يا جحا. ما هم الثلاثه دول بيصبوا فيه عند نهايته قبل ما هو شخصيا يصب في الفيمورال فين، يعني قبل ما يصب في الفيمورال فين بيجيب الثلاثه سوبرفيشال من نهايته. وضحت؟ ايش ده التريبيوتريز الفيمورال فين نفسه، لكن هو ممكن اجي على ده لو جيت لك على ده فيمورال فين برضه طالما انت في الصاج اكتب لي فيمورال فين بس ما تقوليش تريبيوتريز اللي فيمورال فين كده. يبقى انا خلصت كل حاجه، انا اسالكم بس عينه عندي اوريكم السوبرفيشال فينز بتاعت الابر لمب السيفاليك والبازيليك ده عشان خاطرتك بس وهجيبها ان شاء الله، والسوبرفيشال فينز بتاعت اللور لمب. اشهر سوبرفيشال فين في اللور لمب هتشوفوا اللي هو مين الجريت سيفنس السمول بيبقى صغير، فلازم اوريكم لغايه قبل ما تخشوا الامتحان انت تتواصل معاه لغايه ما اشوف هل له عينات ولا ملوش عينات. الجريت سيفنس والسيفاليك والبازيليك دول اخر فيزلز لكم عندي. واضح؟ يلا السلام عليكم. شكرا دكتور. الاورطه بتاعها على قدها كومن ايلياك كومن ايلياك كومن ايلياك اكسترنال انترنال. واضح؟ لا واضح ونص وثلاث ارباع كمان. لا هذا شكل الذكر بيجي يعني بالاختبار. انت مالك مزبهل ليه كده؟ شكلك مندهش. ليش مندهش؟ الله يديم الاندهاش. الله يديم الاندهاش. لا لازم بعضهم يقول لو في مثلا كاليبرز شكل ما تميز البين على الارض. ما انا عارف عشان كده لازم تعرفهم بالاناتوميكال بوزيشن. لا ما في حرج دكتور ما تعرف يعني ايه زي ما هو سالني الوقت قال لي اعرف الاورطه من الفينكيفا ازاي قلت له هين الرايت اللي يكون ما هو قال لي اعرف الرايت من الليفت ازاي معينه زي كده هو المكان بيسالني قلت له الليفر اهو في اليمين يبقى الوعاء الدموي اللي قريب منه اللي هو ناحيته ده فينكيفا. الراجل سال في عينه زي دي واحد زميلك سال قال لي ايه ده صغير قوي فبس لما شافهم عرفهم اذا الحاجه هنا بتتعرف لان العينه متقطعه مش كلها جاهزه فانا بعرفها بالاناتوميكال بوزيشن بتاعها انا بداخل على عينه وبعرفها بالايه بالوضع التشريحي بتاعها لا احتاج احطها لي اديلها لي كده اديلها لي كده طب هاتها لي كده لا انا داخل عليها وعارف مسنتر نفسي على عينه زي دي معايا ده ابدومن لو سالت على حاجه ناحيه الليفر يبقى ده الرايت وده الليفت بتاعها من غير ما نقعد في الامتحان نجيبها شمال اقلبها لا اعدلها. دكتور لو تجيب لي مثلا زي هذه تقول هذا الليفت كومن اليك ولا رايت مثلا ده ما لا ما لو كتبت لي لا صح لكن انا بالنسبه لي ده على سبيل الدلافه لكن لو كتبت لي ما مش هطلبه. انا كل اللي طالبه منك تقول لي كومن ايليك ولا انترنال ولا اكسترنال لا يعني رايت ولا ليفت ده الكلام ده في البونز العينه الفيمر دي رايت ولا ليفت الهيمرز دي رايت ولا ليفت وهكذا. دكتور الانترنال ايليك نقدر نحدد الانتيريور والبوستيريور انترنال ايليك صعبه شويه لان انت زي ما انت شايف عينه سيئه جدا يعني لو انت قربت لدي على كده هنا ما تقطعوش استنى هتعمل ايه ده ما هو من حين مكتوب بالمناسبه يعني يا سيد اوعى تبص خد يا والله شايف بص الانترنال ليك ده شايف ماشي ازاي شايفه ولا لا بص عند النقطه دي عمل ايه في برانشات راحت ناحيه السكرم ورا اهي راحت لورا اهي دي البوستيرو ديفيجن واللي جت لقدام دي الانتير اللي هي الاماميه دي امشي معاه بعينك كده هتلاقي كده في الاخر متسم كده في فيزل طالعه كده وفي فيزل داخله للخلف كده دول البوستيرو ديفيجن ودول الانتيرو ديفيجن بس انا ما احطش على العينه واربطهم انتيرو بوستيرو ديفيجن انا اسالك عليه لكن اللي اربطه الانترنال نفسه وصلت ولا لا؟ وصلت خلصت الدهاش؟ خلاص عشان كده انا لا والله انا بضحك معاك وخوفتك لكن لازم اديك خلاص الدهاش كبير عشان نحمي نفسه عجل فكر يلا نصور محاضرة بس انا مش عينات
لكن في فينز اللي هي اتوقع فينز ودي فينز لو ما انا بس تتكلم عليهم تبي سبلين 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 تقول تقول سبلين يقول لك لا سبلين ما جبتش على لازم اجيبهم لازم اجيبهم ان شاء الله انزلهم ان شاء الله ما يجي مش عارف امتحان لسه ما اتطبعش.